قال الدكتور كريم سليمان خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل تنفيذيين للقيادة إنهم قاموا بمجموعة من ورش العمل على مدار عام كامل. على مدار سنة كاملة إحنا والدفعة اللي بعدينا من خلال برنامج التأهيل للتنفيذيين للقيادة قدرنا إن إحنا نؤهل من خلال مجموعة من ورش العمل ومجموعة من الكورسات المتكاملة لتأهيل شخصيات وتأهيل وبناء كيفية التعامل مع الأزمات، كيفية التعامل مع وضع الخطط المستديمة، إزاي إن إحنا نقدر نفعل الخطط دي على الأرض، وإزاي إن إحنا نقدر نتكيف مع المتغيرات العالمية.